إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة، تقدموا قليلا وافسحوا لإخوانكم المتأخرين والذين هم في مؤخرة المسجد، سدوا الفرج ما استطعتم، هكذا وجه إخواننا في إدارة المسجد. أيها الأحبة، أذكر بما تكلمت به في الجمعة الماضية حين بدأت حديثا في عنوان أو تحت عنوان: حتى لا تضرك المعصية. ذكرت في بداية الخطبة الماضية أحاديث ثلاثة تشير في مجملها أن الإنسان لا ينفك عن معصية، وأن هذه المعصية قد تكون في ظاهره وقد تكون في باطنه، وقد تكون في سره أو تكون في علانيته، قد تكون في قلبه رياء، عجبا، كبرا، غرورا، وقد تكون في جوارحه، على لسانه، على عينه، على أذنه هذه المعصية، وقد تكون على سائر جوارحه. ما عصم من هذه المعاصي إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك ملائكة الله المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبينت في الجمعة الماضية أن الحكمة في هذا القدر، قدر الله على عباده، أن الحكمة فيه أن يشهد هذا العاصي والذي تاب إلى الله سبحانه، يشهد عظمة الله وبعض معاني ومعاني بعض أسماء الله سبحانه: الرحمن، الرحيم، الحليم الذي حلم عليه ولم يعاجله العقوبة، الستار الذي رآه على المعصية وستره ولم يفضحه، الكريم الذي إن تاب إليه وعاد إليه قبيله وغفر له ما كان من ذنبه. ولا أريد أيها الأحبة أن يفهم من كلامي أنني أبرر فعل المعصية، أرجوكم أيها الأحبة أن لا يفهم أحد مني أنني لا سمح الله أبرر فعل معصية أو أسوغ فعلها أو أهون من أمرها وخطرها، أبدا أيها الأحبة. ولكن أيضا لا أريد أن أكون من أولئك الذين يهولون أمر المعصية ويعيرون أهلها ويقنطون أصحاب هذه المعاصي حتى لا يكادون يرون بابا يدخلون فيه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ما نسيت ولن أنسى في يوم من الأيام ذلك الشاب الذي زرته من أهل الحي بعد خروجه من السجن بأيام، توفي أبوه، زرناه لنعزيه ونحن ندعو لأبيه، وأبوه من أهل الصلاح، كادت لا تكاد تفوته صلاة جماعة في المسجد. هذا الشاب بدأ يدعو على أبيه: استغفر الله، لما تدعو على أبيك؟ قال: لأن كل ما كنت فيه من الضياع في السجن وقبلها من أيام السنين التي عشتها ضياعا إنما هي بسبب والدي. رآني والدي منذ بداية بلوغي، رآني على معصية فطردني من البيت وحلف ألا أعود إلى البيت إلا بعد شهر. خرج من البيت هذا الشاب، استقبله الشارع وأهل الضلال والإضلال وأهل الفساد،
وصار هذا الشاب تحت رعاية أهل الفساد والإضلال يتقلب من معصية إلى أعظم منها، إلى أن وقع في الفواحش العظام، ثم بعد ذلك صار يتعاطى المخدرات وصار يسرق، إلى أن وقع في قبضة الشرطة وأودع السجن 5 سنين. خرج من السجن يدعو على أبيه، وكأن هذا الأب أيها الأحبة يريد من ابنه أن يكون ملاكا، يريد منه أن يكون نبيا مرسلا، كأن هذا الأب لم يسمع في حياته قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليس هكذا يعامل المذنب. هذه الخطب أيها الأحبة جزء منها في الحديث عن معاملة المذنبين، عن معاملة الخطائين، وكلنا خطاء كما قال ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الله عز وجل نادى المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم بالخطايا والمعاصي: قل يا عبادي، ناداهم بأحب المقامات إليه وأشرفها عنده، العبودية، الصفة التي وصف بها حبيبه صلى الله عليه وسلم حينما دعاه إليه وعرج به وأسرى به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماوات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، ولما عرج به إلى السماء قال عنه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده. هذه العبودية أشرف المقامات. الله نادى المسرفين على أنفسهم الذين تجاوزوا الحد في الظلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا أنكر أبدا أيها الأحبة أن المعاصي لها خطر عظيم وشؤم في الدنيا وفي الآخرة إن لم يستدركها الإنسان بتوبة وإنابة إلى الله. ولعل ما نحن فيه من محن وفتن وشدائد ورزايا ومصائب لعلها أن تكون سببا في تلك المعاصي القديمة التي عملناها ولم نتوب منها أيها الأحبة. لكن ما هو السبيل إلى تخفيف تبعات هذه المعاصي؟ ما هو الطريق التي ينبغي علينا أن نسلكها حتى لا تضرنا هذه المعاصي؟ بل كيف نستطيع أن نحول هذه المعاصي التي هي نقم، كيف نستطيع أن نحولها إلى نعم؟ نحول هذه الرزايا إلى عطايا، هل نستطيع فعل ذلك؟ نعم. هنالك 10 خطوات كما أسلفت في الجمعة الماضية، 5 أمور و5 آداب تفعل قبل المعصية وتراعى قبل فعل المعصية حتى تكون وقاية من هذه المعاصي وليس عصمة منها، لأنه لا يعصم من الذنوب أحد، ولكن حتى تكون وقاية من شر هذه المعاصي. 5 تفعل بعد المعصية حتى لا يكون لهذه المعصية ذلك الأثر السيء على حياتك في دنياك وأخراك. سأبدأ بالتي ستكون بعد المعصية. عصيت الله سبحانه وتعالى، أول أمر ينبغي أن تراعيه أن تستعظم هذا الذنب، استعظم الذنب ولا تحتقره. يعني لا تقل كما يقول بعض الناس: شو سوينا؟ ماذا صنعنا؟ يعني هي هالشغلة البسيطة، يشوف الناس شو عم بيساووا، لم أفعل شيئا أنا أمام صنيع الناس وأفعالهم. إياك أيها العاصي إن عصيت الله أن تستقل هذا الذنب. واسمع ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال: إن استقلال المعصية
أي أن تكون يعدها الإنسان في نفسه قليلة وهينة، إن استقلال المعصية ذنب أعظم منها. إن استقلال المعصية ذنب أعظم منها، وكلما عظمت المعصية والذنب في عينك صغرت في عين الله سبحانه وتعالى، وكلما صغرت المعصية وهانت عليك كبرت وعظمت في عين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا كلما صغرت المعصية في عينك كبرت في عين الله سبحانه؟ لماذا أيها الأحبة؟ لأن المعصية مهما قلت إنما هي في الحقيقة استجابة للشيطان. الشيطان دعاك وأنت استجبت، ولما استجبت للشيطان ولأمره وغفلت عن أمر الرحمن سبحانه وتعالى، هذا الأمر بحد ذاته هو أمر عظيم وخطير، لأنك أطعت الشيطان وخالفت أمر الرحمن. الشيطان عدو الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا حينما خالفت هذا الأمر، هذا الكريم العظيم الحنان الكريم، واتبعت أمر عدوه وعدوك الذي هو الشيطان، مهما صغرت هذه المخالفة ومهما دقت فهي عظيمة وجليلة. ذلك أيها الأحبة قال عليه الصلاة والسلام: إياكم، يحذرنا عليه الصلاة والسلام، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب الذي يعدها الإنسان حقيرة، يعني ما صنعنا، ما نصنع شيئا، لا تمسكوها حنبلية، يفعل معصية يقول ما فعلت شيئا. إياكم وهذه النظرة لهذا الذنب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. سيدنا بلال بن سعد التابعي الشامي، واعظ الشام وعابدها عليه رحمات الله، يقول وصوا إلى قوله: لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر ولكن انظر إلى عظيم من عصيت. لا تقل معصية صغيرة يا أخي، هي نظرة. ألم يقل لك ربك في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ هي نظرة، هي مخالفة لله. لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظيم من عصيت. لذلك لما جاء ذلك الرجل إلى سيدنا أبي يزيد البسطامي وقال: يا أبا يزيد، يستفتيه في أمر فيه مخالفة. في نهاية المطاف قال له أبو يزيد: إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تأكل من رزقه، لا تأكل من رزقه. قال: يا أبا يزيد، كيف لي يعني ألا أكل من رزقه وكل ما في الأرض من طعام وشراب هو من رزق الله؟ قال: يا هذا، يحسن بك أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال: لا. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تمشي في أرضه. قال: هذه أكبر. قال: يا هذا، يحسن بك أن تمشي في أرضه وهو يراك، جعل لكم الأرض بساطة، وتعصيه؟ قال: لا والله. ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه، فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: إن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال: أيحسن بك يا هذا أن تأكل من رزقه وتمشي في أرضه وهو يراك وأنت تعصيه؟ قال: لا والله. ثم قال له: إذا أردت أن تعصيه فاعصه، ولكن إذا أتاك ملك الموت فقل له: أخرني حتى أتوب، أخرني حتى أتوب. هل سيفعل ملك الموت ذلك؟ أبدا. ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله وجاءتك ملائكة وزبانية العذاب يوم القيامة يريدون أخذك إلى النار ففر منهم. قال: أين الفرار؟ إني أشهدك أني تبت إلى الله. لذلك لا تنظر إلى صغر المعصية،
وانظر إلى عظيمي من عصيت. الله بيده كل شيء يتعلق فيك، بيده روحك، بيده دقات قلبك، بيده سمعك وبصرك وجميع جوارحك. هو المنعم والمتفضل الذي لا تغيب عنك أفضاله طرفة عين. تتجرأ وتعصي، فلا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظيم من عصيت. لا تستصغر المعصية مهما كانت صغيرة، هي كبيرة. والله أيها الأحبة، أعجب أحيانا من شباب شبابة في بداية أمرهم يسألون عن بعض الأمور البسيطة يريد فيها أن يعني أن يتوب. أحدهم جاءني من يومين قال لي والله أحدهم كان يشحد على باب المسجد، فوقع في قلبي أن هذا شاب قوي متين، لما لا يذهب؟ اغتابه في قلبه. جاءني يستفتي، هذه الغيبة تحتسب لي؟ يكتبها الله علي؟ بارك الله عز وجل بإيمانه. وهنالك يتكلمون الليل والنهار في أعراض الناس ولا يشعرون أنهم صنعوا شيئا. ماذا فعلنا؟ عم نتسلى. ذلك لا تنظر إلى عظيم إلى صغر المعصية وانظر إلى عظيم من عصيت. الفرق أيها الأحبة بين المؤمن والفاجر أن كلاهما ممكن أن تبدر منه معصية، لكن المؤمن أيها الأحبة إن عصى الله كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، كما روى الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن، هذه علامة فارقة بين المؤمن وغيره، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، بأي لحظة ممكن أن يسقط عليه فيهلكه. وأما الفاجر، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أشار هكذا بيده يريد أن يبعده عن أنفه. هذا الفرق بين الاثنين، كلاهما عصى الله لكن هذا استعظم، عرف من عصى، تذكر قول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله يسألنا، يسأل البعض: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين وقار الله وعظمته وهيبته في قلوبكم وهو يراكم مطلعكم عليكم؟ لذلك أيها الأحبة، الفارق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يخاف ذنوبه، يخاف أن تقع عليه فتهلكه، يشعر بها كالجبل. إذن استعظم الذنب أيها الأخ، هذا أول أدب بعد المعصية وأول خطوة تفعلها بعد المعصية. ومباشرة: ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ماذا قلت؟ ماذا نظرت؟ استعظم الذنب. وهذا الاستعظام يدعوك إلى المسارعة في التوبة وتبديل السيئة بالحسنة. هكذا كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الجيل الذي هو أشرف الناس بعد الأنبياء. هؤلاء منهم من سرق، منهم من شرب الخمر، منهم من زنى، منهم من خان العهد أبو لبابة، ومنهم من ارتد عن دينه وعاد إليه. ولكن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ونزل في بعضهم، في حق بعضهم قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أختم أيها الأحبة، هكذا ينبغي أن نكون، هكذا كان جيل الصحابة وهكذا ينبغي أن نكون، أن نستعظم هذه الذنوب. انظروا أيها الأحبة إلى هذه المرأة وأختم بها القصة، المرأة الغامدية، قصة معروفة لديكم، امرأة متزوجة وقعت في الفاحشة، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرها أحد إلا الله، ولكنها تريد أن تتطهر، أن تتوب، أن لا تعذب يوم القيامة. يا رسول الله، زنيت فطهرني، وما هو وسيلة التطهير؟ الرجم بالحجارة حتى الموت. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجعي فاستغفري الله ثم توبي إليه. خلاص، رسول الله يقول لك ارجعي،
قالت: يا رسول الله، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا. والله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. يعني يا رسول الله أرجمني حتى الموت. وهذا ماعز أيها الأحبة، ماعز بن مالك، أيضا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هاتان الحادثتان أو هاتين الحادثتين يعني هما فقط لعله أن تكون في كتب السيرة التي حصل فيها الاعتراف بالزنا من قبل الزاني، وإلا الزنا لا يقام الحد على صاحبه إلا بأربعة شهود يرون كل شيء. قالت: هذا ماعز أيها الأحبة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، زنيت، أتيت حدا فأقم في كتاب الله. رده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الستر، وهكذا نحن مأمورون، إن الله ستير يحب الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بدرء الحدود بالشبهات، درء الحدود ما استطعنا. فلما أصر على أنه زنى ويريد أن يقام حكم الله عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك. قال: يا رسول الله، زنيت. ثم قال لبعض أصحابه ممن حوله: أبيه جنون؟ يعني هذا بتجي أحيانا مثلا ساعة يجن فيها يفقد عقله، يعني يريد من هؤلاء أن يقولوا نعم فيدرأ هذا الحد عنه، أبيه جنون؟ قالوا: لا والله، رجل عاقل. ثم قال لأحدهم: قم فاستنكهه، يعني شم ريحته لعله شرب خمرا فجعل يهذي. فقام فشم فمه، قال: يا رسول الله، ما به، ما فيه من شيء، من رائحة الخمر شيء. أقيم عليه الحد، ولما وجد مس الحجارة هرب، ثم مسكوه وقاموا عليه الحد. اغتابه رجلان ممن أقاموا عليه الحد، ممن رجموه، ذكروه بسوء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. هكذا كان الجيل يستعظمون الذنب. إيش سوينا؟ ما عملنا شيء. شوف الناس شو عم تساوي. هكذا لسان الحال عند الكثيرين. استعظم الذنب، لا تكن كهؤلاء. لا يكن أحدكم إما يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا أن تتجنبوا إساءتهم. قالت: يا رسول الله، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لزنيت، إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. قال: اذهبي وتغيبي عن وجهي حتى يبين حملك أو يظهر حملك. ظهر حملها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هذا الحمل من الزنا، أقم علي الحد، أرجمني حتى الموت. لا زال هذا الأمر في ذهنها وقلبها يتردد وتخاف وتستعظم هذا الأمر. دفعها ذلك إلى القدوم، قال: اذهبي حتى تضعي حمله. وضعت الحمل، لفت الغلام بخرقة وأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بعد 9 أشهر هذا حملي من الزنا، أقم علي الحد. ما هذا الإيمان؟ ما هذا الاستعظام؟ قال: اذهبي فأرضعيه حولين كاملين، ثم افطميه، ثم أتيني. رجعت وهي تحمل الغنام بعد 2 سنين وبيده قطعة خبز. أقم علي الحد يا رسول الله. قال: أقيموا عليها الحد. أصاب شيء من دمها ثياب سيدنا خالد بن الوليد، كأنه سبها أو شتمها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال: والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. أيها الأحبة، الله سترك حين الذنب وحلم عليك، لم يعاجلك العقوبة، بقي عليك أن تستعظم أنت هذا الذنب الذي فعلته. الشيطان
لا يريد فقط منك المعصية، إنما يريد منك أن تحتقر هذا الذنب وهذه المعصية. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه توفي سنة 93 للهجرة، عاش 110 سنوات. كان يرى التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إنكم تعملون أعمالا مخالفات هي في أعينكم أدق من الشعر، ما بتقيموا لئيمة أبدا. وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات المهلكات، لاستعظامهم هذه الذنوب، لاستعظامهم في أنفسهم هذه الخطايا. لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى من عصيت. رحم الله من قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ذنب صغير ذنب صغير ذنب صغير شكل جبلا عظيما، هذا إذا وقع عليك أهلك. لذلك أيها الأحبة، أول خطوة من هذه الخطوات التي ينبغي علينا أن نراعيها: استعظم الذنب. راقب نفسك، راقب كلامك، راقب أذنك، راقب عينك، راقب كل جوارحك، راقب قلبك. إن فعلت شيئا من المخالفات فاستعظمه، وإياك أن تحتقره فيعظم في عين الله فيعذبك عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن والمعاصي والذنوب والفواحش، وأن يجعلنا إن شاء الله من عباده الهداة المهديين غير الضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم الطف بأمة سيدنا محمد، اللهم فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصلحنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا صالحين، واجعل أولادنا بررة صالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.